حسين يا غريب الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه غوثاه عز على العدات مغين أي المصائب أتقي بتجلدي هي أو هو مذحيت معيني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني قال سليمون قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا أمذرعوها عصروها عصر كادت بنفسي أن تموت حسر تصيح ويا فضة أسنديني فقد وربي أسقط جليلي وأسقطيت بنت الهدى وحزن جنينها ذاك المسمى محسن يا حدار يا حدار باب الدار تسمع صرختي وني ما تنهض تحاميني شنه العوقك عني انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعد بيك اهل السما تدري وكل اهل الارض تشهد وخصمك يوصل لداري وبوجودك يدوس الحياد ويضرم على الباب النايار وانت تشوف يا كرار بين الباب والحائط صار العدو يعصرني عصرني وهشم ضلوعي وصدر عاب البسمار ومحسين سقط من عندي وانا صرخ بباب الدار ودمي من الضلع يجري ودمعي على وليد عبار اصيحا والدمع ستشاب يفض الصدر من انعاب
ومحسن سقط يم الباب دقومي لي فضة بساعة عن القاعشيل ابني ألوجن ألوجن من ولم صدري وبيدي لازم أضلوعي ومحسن سقط من غندي وتجري المحسن دموعي